احنا بنستعد قبل المدارس غالبا بشهر قبلها، الشهر ده نتعود ان الاولاد يناموا بدري، في اجازه الصيف ممكن يسهروا براحتهم الكلام ده كله. لا دلوقتي بقى خلاص مفيش، من قبل الدراسه بشويه المفروض ان هم يبداوا النوم، يعني مثلا لو هم بيناموا 12 يبداوا يناموا 11، في 10 9 ده اللي هو الميعاد الطبيعي اللي هم بيناموا فيه ايام المدارس عشان يصحوا فايقين لمدارسهم. يعني بالنسبه للصحيان طبعا بنبتدي بقى نروض من دلوقتي الساعة 6 عشان يقدروا بقى بعد كده يقدر يقوم الصبح لوحده يعتاد كده كل يوم. أول أسبوع في الدراسة بيبقى بالنسبة لنا في مشكلة، لأن هم تعودوا يصحوا الساعة 11، تعودوا يصحوا الساعة 12 سهرانين طول الليل. بيبقى ناخد الأسبوع الأولاني ده شوية معاناة، بيبقى فيه إجبار على النوم بدري. لازم نعود الأولاد يناموا بدري، بعد ما نعلمهم يناموا بدري لازم نصحى بدري. بالنسبه للنوم والصحيان هم ما يزالوا واخدين على الريتم والنظام بتاع الصيف، حتى هذه اللحظه ما كيفوش نفسهم ان في مدارس جايه. فانا حتى هذه اللحظه مش عارف اعمل ايه. نظبط مواعيد الصحيان من النوم بدري، يناموا بدري شويه. اكيد قبل المدرسه شويه بظبط النوم يعني قبلها علشان ما يبقاش الولاد بيصحوا بدري اي مره واحده. وبعدين بالنسبه طبعا المواعيد باكل بقى، مواعيد نوم، مواعيد للمذاكره، مواعيد التمرين، بيبقى اليوم منتظم اكتر. يعني من دلوقتي ادينا انا في حدود اكتر من 15 يوم من بعد العيد، لما اخلي العيال لما يناموا بدري الساعه 9 ونص 10 بالليل. الاولاد بتناموا الصبح، تبتدي انت بقى تهيئ الموضوع ده يوم هم بدل ما بيصحوا متاخر بتصحيهم بدري قبل الدراسه ب 10 ايام باسبوع بتعودهم. بالنسبه في ايام الدراسه لازم ياخدوا سندوتشات، بقسم السندوتشات لنوعين، الصبح ياخدوه بياكلوه معايا في العربيه اللي هو ما ينفعش ينزل من غير فطار، وسندوتشات بياكلوها في البريك بتاع المدرسه، وبكون عامله لهم عصير في البيت. بقى في مثلا بيض، بروتينات، فاكهه. ده لازم النظام الغذائي بالذات وجبه الفطار، لان انا عندي كمان فيهم طفل، يعني لازم أن يكون وجبات البروتينات بكميه كبيره في الوجبه في اللانش بوكس بتاعه، بالاضافه للفواكه. لازم كل واحد معاه طبق حته ساندوتش ومعاه حته فاكهه، اي نوع فاكهه اللي موجوده في السوق. لان الولاد بيقعدوا فتره طويله في المدرسه فلازم بقى كذا وجبه، وفي وجبه مثلا سناك او حاجه، وبعد كده بيرجعوا بقى البيت الغداء، وبعدين تمرين، وبعدين بعد يعني بيبقى الدنيا منظمه كمان اكتر في الاكل. لازم احرص ان انا احط لهم الحاجه اللي هي تكون ليها فايده، بيض، الفول، اللبن ده حاجه اساسيه، وعصير مثلا برتقال او حاجه حلوه، سندوتش مربى، سندوتش حلاوه، حاجات اللي بتبقى حلوه للاولاد الصبح.